طيب هل في حد منكم عنده اي حاجه يحب يقولها للدكتور محمد بدر؟ اه طبعا. احنا منورنا على التليفون دكتور محمد بدر، رئيس الجهاز والمدير الفني لرياضه الهوكي في نادي الشمس. يا دكتور محمد صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا. صباح الفل يا استاذ كريم، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بحضرتك وكابتن منى وكابتن مريم، منورين الشاشه يا شباب، ودايما كده منورينا ومشرفينا. طيب في نادي الشمس بقى عاملين معاك ايه منى ومريم؟ منى ومريم يا استاذ كريم من النماذج المشرفه جدا في نادي الشمس ورياضه الهوكي، وزي ما بقول لحضرتك كده هم كباتن مصر وكباتن المنتخب، ونتمنى لهم كل توفيق وفي البطولات الجايه باذن الله. باذن الله. على ذكر البطولات، يعني بتستعدوا بقى الفتره دي لاي بطوله ان شاء الله؟ ان شاء الله احنا بنجهز لكل البطولات المحليه خاصه ببطولات الجمهوريه والدوري العام، ومن خلال يعني السؤال ده انا بوجه كل الشكر والتحيه للدكتور اسامه ابو زيد رئيس مجلس الاداره واعضاء الاستاذ اعضاء مجلس الاداره وكابتن احمد عبد الله المشرف على النشاط الرياضي. الناس يعني بتوفر كل الدعم المادي والمعنوي لرياضه الهوكي عشان باذن الله نقدم موسم يليق بنادي الشمس باذن الله. كنا من شويه بدردش انا ومنا ومريم، فالحقيقه كانوا يعني ذكروا السيد رئيس الاتحاد المصري للهوكي وتوجهوا له بالشكر، وبيقولوا ان هو يعني بيحاول يعمل اللي يقدر عليه في ضوء المتاح. فانا عايز اقف مع حضرتك عند حته المتاح، يا ترى ايه النواقص اللي انتم محتاجينها عشان حتى نرتقي بالرياضه دي على المستوى المصري ككل؟ مش بس بكلم حضرتك على نادي الشمس، انا بكلمك على رياضه الهوكي في مصر. يعني باكد كمان على كلامهم، وبنوجه التحيه للكابتن شريف كمال رئيس الاتحاد وجميع اعضاء مجلس الاداره والمدير التنفيذي الدكتور ايهاب زين العابدين. كل اللي محتاجينه بس زي ما هم قالوا الشباب يزودوا المعسكرات اللقاءات الوديه الدوليه، ده هيفرق كتير جدا. كمان عمل منتخبات للناشئين او الناشئات بالتحديد، مرحله 14 مرحله 16 مرحله 18، ده هيفرق كتير جدا 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 معانا في ان احنا يكون عندنا قاعده من اللاعبين الدوليين. صحيح صحيح. عموما احنا بنتمنى لحضرتك كل النجاح والتوفيق، وبشكرك على وجودك معانا دكتور محمد. شكرا جزيلا لحضرتك.